وزوزو بسم الله. يا نهار ابيض على اللون اللي بيتكون قدامنا. زوزو لا زوزو لا. يا نهار ازرق يا منعش، ايه القوام الغريب ده؟ مش بالبينا بتر ثانيه بس اد اس اولويز بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة معانا ومعاكم النهاردة ضيف مميز جدا وهو منعش. ازيك يا منعش؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله. والنهاردة حلقة يعني متحمس جدا للحلقة. باين عليك طبعا. النهاردة هنعمل هاكس نودلز بنشوفها على السوشيال ميديا وخصوصا على التيك توك والحاجات دي. بس انا اخر يعني اقصى حاجة في الهاكس عندي في النودلز ان انا يعني بزود شطة. ده اقصى حاجه انت عارف انا ما بحبش. أيوة أيوة. اريسك في الاكل قوي يعني، انا مؤخرا بدات ابطلها يعني اصلا، بس انا عشان يعني ايه حابب، انا بحب اجرب حاجه جديده، فتعال نجرب النهارده حاجه جديده. ما انا ماشي. اخترنا النهارده اربع وصفات من على السوشيال ميديا وهنجربها سوا مع بعض. اوكي نشوف اول واحد. جاهز؟ ماشي. اول واحد بالنسبه لي كان غريب جدا، مش متفائل. بس جابت كوبايه وكسرت النودلز كويس جدا، وبعد كده حطت فيها ميه، وبعد كده عملت بيض وحطت البهارات اللي على البيض، وبعد كده حطت رز مش فوق من الرز، ونحط النودلز ونحط جبنه موتزاريلا ونسخنها، وبعد كده نحطها في الكب تحت، وبعد كده نحط في الحاجات دي كلها. متحمس؟ اكيد لا. تعالى وريش. انا حاسس وقت انا حاجه. ايه ماشي يا ابن عم، خلاص يعني مرنا لله. جاهز؟ لا. ليه؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. الكوبايه اهي دي اندومي بنكهه ايه؟ دي اللحمه. اوكي. يعني بتفرق في الوصفه. هو بص، هي كانت بسميها حاجه اسمها شين رامن. اه الشين رامن ده هو مش موجود عندنا في مصر. أوكي. موجود اكتر في الخليج يعني، ساعات بيجي ممكن حد يستورده وبتاع، بس قليل قوي، شائح جدا يعني. احنا سامع نفس الكونسبت، هو بهارات النودلز نفسها هنحطها على البيض زي ما هي استعملتها. ماشي فاهم. ماشي ربنا يستر. بقى لي الكب اهو. اوكي هنحط الحاجه هنا ونكسرها. طب انا حاسس ان عملت حاجه. انت كسرها؟ انا هكسرها والله. استنى انا اللي حط وكسر. نعمل بقى البيض. طب اصلا دي اصلا بتتباع غاليه عشان هي كوبايه وبتقفى، فانا كنت اجيب العاديه. نوفر. انت ما شفتش الحاجه؟ اه صح صح. ايه منعش فيه؟ ايه ما احنا هنستعمل الكوبايه عشان تنزل كده. خلاص خلاص. داخل بقى وده اصلا مش يا عم، ايه ده يا عم؟ اشيل دي خالص ولا لا؟ لا ما تشيلهاش. ماشي. ايه يا منعش؟ ما بينزلش. بس كده نزل تاني. انت بتشوف الحلقات؟ ايه؟ حلقات ايه؟ ما بيشوفهاش. ما بيشوفهاش. ايوه اهو. ايه دي بقى؟ بتمسك الحاجات. بمسك الحاجات. ما شافش الافيه. النت فاصل يا عم. النت فاصل؟ بترفع الفيديوهات ازاي؟ بالطاقه الشمسيه؟ بس عشان انا بقى بكسر دلوقتي مش فاضي. نعم؟ بكسر مش فاضي. بس انا خايف اكسر الازاز كده. سيب دي، انت بتعرفش. يلا. ايوه كنت بتكسر بيها دلوقتي. هات يا عم البتاع. لا لا ما فيش حاجه. هي منعش في ايه؟ هات لي. ما انت اللي حاطط ازاز وبتكسر، يعني هعمل ايه؟ عايزها يعني فارمه نص فارمه ولا؟ لا حلو قوي كده. رجعها بقى هنا مكانها. اوكي. نحط بقى ميه عشان تستوي. والله ذكي. هم هي عملت كده في الهاكس. ما انت ذكي برضه عشان ان شاء الله عليك بجد. انا يعني انت هو ده اللي مخليك صانع محتوى مميز، الافكار الرائعه دي، انك تحط ميه على الاندومي عشان تستوي بجد. يا عم عادي عادي يعني. دول اصلا الزيادات اللي في القعر دول ما بيبقوش اصلا حلوين. لا والله العظيم. خد يا احمد. خد يا احمد. حطي فيه شويه ميه. انا بقى ايه؟ بعرف اقفش البيضه بايد واحده. تعرف تعمل ايه؟ اقفش البيضه بايد واحده كده. ماشي هنشوف دلوقتي. انت تعرف؟ لا. انت حاليا لا هتقفش البيض. ماشي. قفش بس اسخن بس الاول. اوكي. في بيض تاني بس؟ انت متخيل الوصفه؟ يعني طعمها هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى ممتاز. متخيل؟ هي المفروض نسميها رز، بس احنا الصراحه هنشيل الرز عادي، هو كيفنا كده او كيف انا الشخص. كيف هو انا؟ انت عايز تحط رز؟ انا عايز امشي. هو الزيت بيتبخر كانه ميه ليه؟ انت عمرك ما قيت بيض؟ لا الزيت بيتبخر كانه ميه. بيتبخر هو لا ما بيعملش كده. بيعمل طبعا. ما بيعملش كده الزيت. بيعمل كده حقيقي. ده كانه ميه والله، ده مش حقيقي انه هيختفي. لا مش بيختفي، لا ما تخافش. اقفش البيض يا باشا، اقفش البيض. بص بقى، بص تعالى. هي الفكره في الايه؟ في ان انت بص تعمل كده. يا نهار ازرق يا منعش. ما وقعش ولا قشره. وقعت البيض بره اصلا بقشره. ايه يا عم والله العظيم ما وقعش ولا قشره يا ابني. شفت هنا عمل ايه؟ يعني هقفشها فين طيب؟ انت ما انت مش حاطط لي، انت اللي حد يعمل وصفه في الصاله؟ حد يعمل وصفه في الصاله؟ انت وسخت المفرش يا منعش. يعني اعمل لك ايه طيب؟ هقفشها فين؟ طب اعمل تاني، اعمل تاني يا منعش. اعملها هنا على يا عم، اعملها في اي حته يا منعش. اهو يا عم اعملها. وقعت قشره يا منعش. شيلها دي بسيطه. دي النيله السوداء. على فكره انت اللي خليتني افقد ثقتي في نفسي. افقد ثقتك ايه؟ ارتشت عليا. لا والله العظيم. انت بجد شخص مش كويس. ليه؟ وقعت عليها بيض. البيض اللي هو عليا بيض. خلاص يا منعش خلاص ما تعيطش. لا امسح في ده عادي. امسح يا عم باللي انت عايزه. طب انا اغسل ايدي كده من البيض الني ده ولا ايه؟ بس خلاص. الله ده سكرامبلد. سكرامبلد انت عامله جوسي كده اللي هو لسه فيه العصاره عشان يبقى لذيذ. هنعمل بالمره كمان بالجبنه. شفت متابع؟ متابع ايه؟
مش اي حاجه. نزلنا بالجبنه الموتزاريلا ايوه طاسه عشان في ايه مالك انت كل حاجه مش عاجبك اي حاجه بعملها خالص حاجه لا ايه قال لهم اشلم. وهنا هنحط البهارات هنا على الجبنه الموتزاريلا. على فكره شكلها جبنه طبيعي لطيفه جدا. جايبها منين دي؟ من سوبر ماركت. الناس استفادت جدا كده. انت فكرت جايبها من من عند السباك؟ اسئله غريبه. هجيبها منين يعني؟ انا حاسسها حلوه فريكومند للناس. الله الله. لا الحق بقى بسرعه. ايه خلاص؟ لا خلاص. الله منعوش حركاتك. حسبتني. لا حلو قوي الجبنه. نوعها ايه دي؟ انت مصر بقى. بس خلاص ده ان شاء الله. اوه اوه اوه. في حاجه ثانيه هنا ولا خلاص؟ هو كده المفروض خلاص. احنا كده بس الاندومي بس هيتعمل وهنحطه هنا مع البيض والجبن. مع البيض؟ لا الجبنه في الاخر. جبنه كانت تحت خلاص. مظبوط صح كده. العين حلوه ما شاء الله. تسخن بسرعه. غاليه دي؟ احنا بس اكتشفنا ان احنا المفروض يعني الحاجات دي نعملها كلها وهي على الطاسه مع بعض. فنرجع بس حاجه ثانيه كده بالبهارات الاندومي خلاص هنا. تمام. وهننزل بالنودلز الايه اللي احنا عملناها دي هنا كده. تصدق والله حلوه احنا بنعملها كده يعني. كنت مش لا ميك سنس ولا لا حلو. يعني انا صراحه ما كنتش متفائل بس حاسس ان بقيت متحمس. كنت الاول هجربها كده وخلاص كانها هيك بس لا انا حاسس ان هي وجبه حلوه يعني. وريحتها حلوه. ريحتها حلوه والله. البهارات مع البيض والنودلز حلوه جدا. حلو الحركه دي حركه. تمام خلاص احنا كده خلصناها كده خلاص. اوكي نحط بقى هنا ايه. امسك كده حط دي وانا اساعدك. بس من الجنب. ايوه هو في ايه يا وحش. ايوه حط حط بشويش بشويش. ايوه الله صحت. ايوه ايوه انزل. ايوه انت ليه جايب معلقه مخرومه نش؟ ايوه ما عشان هي كانت معاك. الله زي الفل. الله بس. عملت تحت الله واو. معاك عشان تاخد الشيب اللي. ايوه وننزل بقى ايه بالنودلز كلها هنا. واضح ان احنا محترفين يعني. الناس بتتفرج علينا حاسه منعش. انت بتتلسق وبتمشي. يا لهوي محترفين. وقفش بيض حرفيا. انا بحس بقى المهم مستحيلة. مش فاهم خازين قمر. يا النيلة. حلو 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 حلو. ممتاز. يا نهار. خلاص نقفل عليها. جاهز؟ جاهز يا باشا. اقلب على الترابيزة بقى مش فارق. بوظنا الدنيا. اقلب انا ولا تقلب انت؟ خد يا باشا. شرف القلب. بص اهم حاجه تشيله دي في الوصفه دي مهمه جدا عشان ايه تنزل معاك ايه تعمل لايرز كده كريم كريم بوريلي. يلا الله ربنا ستر. انا حاسس الجبنه هتفضل فوق كده. نعمل كده احتياطي. سخنه في سخنه في بعض ان شاء الله. لازم تعمل كده تفرغ الهواء من الجبنه. ماشي يا عم الحاج. هي حقنة يا منعش. ما كل واحد بيشتغل بالباك جراوند. انت كنت شاطر جدا في اسنان. طبعا بس ثلاثه. يا ابن اللذين. تخيل بقى لو كنتش عملت الكام حته دي كانت عملت ازاي. الله شكلها تحفه. ايه ده يا منعش ده؟ ايه الشكل ده؟ قلت لك انت اللي على جبنه يعني ما تحكمتش في الوقت كويس. الطاسه بتاعتكم بايظه. يعني نفس الشكل بالظبط الحمد لله. نتيجه ثاقبه. الشكل ده حاجه سنه. حاجه ثانويه خالص. والقوام برضو حاجه ثانويه. بسم الله ما شاء الله. والله بس انا متفائل والله. بسم الله ان شاء الله. احنا ممكن نجربها من غير البيض والجبنه ونحط رز. مش مفهومه بالظبط يعني. انا باكل بيض مش مفهوم. انا مش فاهم يعني. وجبنه كل واحد بيلعب في العالم لوحده كده بس ما تناسوا مش متجانسين مع بعض. دايما تتجانسوا سويا. ممكن انت برضه عشان جبت اندومي لحمه حطيت. انت جبت اندومي فراخ والفرخه والبيضه لاقيين على بعض. انت والله منعش يعني. وحاجه ان احنا بناكل برضه جعانين يعني. انت جعان؟ نعم. بتاكل ايه؟ استخسرت. وفعلا هي مش عجبانة. مين ناكل منها؟ هي كانت ناقصها رز. لا والله؟ انت اللي وسطها. كان هيبقى ايه بقى؟ كان هيبقى اللي هو فرايد رايز. رايز؟ فرايد رايز اللي هو بالبيض ده الاكل الصيني ده. ايوه ممكن يتحط رز ابيض عادي. ايه؟ هي كانت حاطه رز ابيض عادي. بالظبط. والله حلو. والله ما اكلتها شويه يعني عجبتني. اول ما خلصها هو اكل يعني. هو بيتبلع يعني حاجه بتتبلع. عجبتني. الانطباع الاول كان وحش بعد كده استسقطها حلو. الانطباع الاول كان وحش ولسه مستمر معايا لحد دلوقتي. عجبتني. النودلز المفروض تتاكل مثلا المفروض ما تتاكلش. صراحه امهات يعني. مصر راضيين عنها. تاكل كده في التفاريح كل فين وفين كده. صح. كل سنه مره ولا حاجه. اوكي. يعني ده الصراحه اقول لكم بكل صراحه يعني عشان دي بتبقى موضوع. انا عندي سؤال طيب يعني الحاجات اللي جايه اكثر غرابه يعني هي دي برده ما كانتش غريبه قوي يعني بيض وجبنه كلها حاجات عارفينها. في حاجات بقى أيوه. مكونات غريبه عجيبه جايه في السكه يعني ولا كله بقى في طبعا. واحده انا متاكد انها تعجبك. والله؟ بس دي هخليها اخر واحده. ماشي انت كده بدات تفهمني. انا ان هي الصراحه بتعجبني جدا جدا فعارف احنا هنظبط الحوار ده سوا. ماشي. اللي جاي بقى هو غريب شويه. مش غريب قوي يعني. مش غريب شويه. غريب قوي. غريب سيكا. غريب سيكا. اللي بعده الوصفه الثانيه. جاهز؟
لا انا بحب الراجل ده اصلا كده كده اوكي بيعمل شرفت بيعمل حاجات حلوه الصراحه. هو مصري او عربي؟ لا هو ليه اصول عربيه و... وعايش بره. ماشي اوكي كويس. انا عملت حاجه شبهها بس عمري ما جبت الوصفه دي. طيب تعال نجربها. هو جاب نودلز حراقه تمام أوكي. وعمل حط الخليط بتاعها بره وحط عسل وكاتشب وزيت سمسم وشويه صويا صوص وخلطهم ببعض تمام وعمل نودلز بره تمام وصفاها من الميه وبعد كده حط الخليط ده وحط شويه كريمه طبخ. هو بيقول دي جامده تعال نجربها. حلو كده جاهز يا عم ان شاء الله تبقى جاهز باذن الله. ليه خايف ليه يا منعوش انت قد الكلام وقد كل حاجه. ايه زيت سمسم وفول صويا يعني هي اصلا البتاعه دي اصلا لوحدها مرعبه اصلا. اشوط ميه هنا عشان نعمل فيها الاندومي. هتسلق الاندومي هنا؟ اه اوكي. حط النودلز هنا كده. انزل انزل يا باشا. مش استنى تغلي يا عم؟ لا عادي ممكن تتحط عادي كده. هنسيبها ايه تتعمل كده على جنب هنا دلوقتي. الصوص بقى جميل. حط شويه الصوص اللي انت عايزه. لا انت عشان ما تقوليش بوظت الوصفه. لا لا مش هبوظها ما اعرفش. لا حطه حطه كله. ذكريات حلقه رمضان. قناه منعش خلتني اقوى عشان هيك يا سناء اكلت. ما تخافش ما تخافش انا مش خايف انا مرعوب. هو ده اللي هو اعلى واحد فيهم؟ لا 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 اه طب الحمد لله. بص يا باشا هننزل ايه شويه عسل متفائل عشان يقلل البتاع سيكو. متفائل حاسس ميكس اللي هو سويت اند سبايسي. مفيش عصرة ليمون في البتاع دي؟ نعمل سويت سانسون سبايسي؟ لا شوية كاتشب. اه كاتشب انا قلت شطة. لا كاتشب وشوية زيت سمسم. ايه زيت سمسم؟ ده حلو قوي. ده يعني بيعملوا بيه ايه؟ ريحته سمسم شوية بس بيقولوا جامد قوي يعني بيخلي الموضوع في حتة تانية. وليتل اوف صويا صوص. ده الليتل ده؟ الليتل ده خلاص مش هحط كريمة الطبخ؟ لا دي في الآخر خالص. نقلب ده كويس. قلب يا منعش بشوش بس عيب عليك. منعش أبوس إيدك ارحمنا. منعش هيدمر البتاع قبل ما يمشي. لازم تعمل كده عشان العسل يتجانس معاك. متجانس؟ والله عليا ريحتها كلها صويا صوص. لا والله؟ واو واو ايه بس وسمسم بيقولك جيمت شنجر. هات لي ايه كريمه الطبخ. لا بعد ما نفضي الميه هنا هنحط ده ونقلب كويس بقى احط شط الطبخ في الاخر حته كده. انا بعمل هو زي ما هو عامل عشان يبقى احنا ماشي ماشي ماشي. ايه رايك كده؟ اي حد يقولك حاجه تعملها تصدق اي حد؟ انا قلت لك تعالى صور جيت صورت. ما انا ما اعرفش انك تعمل حاجات كده. انا قلت هتحط عليه شويه فاهم تحط عليها شويه شوكولاته بالبندق فاهم اندومي حلو. واحد تاني تحط عليها الشيتوس بس مقاطعه تحط اللي هو بقى مقاطعه انت قلت حط بقى فاهم الحاجات المصريه الجميله. بس خلاص صفينا الميه معلش. والله كانت فكره حلوه تعمل اندومي بدل الشيتوس بقى تجيب بقى البتاع اللي هو البافس المصريه بقى تشوف بقى الاندومي بال. طب نجرب البافس الاول بره وبعد كده لو عجبتنا نعمل بيها البتاع. يعني نجرب في بافس اصلا ممكن اصلا وحشه. لا لا بافس مصريه. احنا مش عملنا احسن شيبسي؟ نعمل احسن بافس. كانت حلوه احسن شيبسي كانت حلوه. انت فاكر ولا مش فاكر؟ لا ما افتكرش اي حاجه مش كانت مقاطعه. احسن براندات شيبس ما كانت فيها مقاطعه كتير. الحلقه ايه رايك فيها؟ كانت فيها حاجات مقاطعه فمتضايق منها جدا. كانت وحشه اصلا ما كانتش حلوه. ايوه صح فعلا هي اللي فعلا حاجات ما كانتش حلوه اصلا. انا فاكر كان فيها سوء تخزين. ايوه صح. طيب يلا يا باشا حط الحاجات. انا اه يلا يا باشا انا نقول الشرف. طب المعلقه دي يا عم. ايوه هحطها بس هننزل بيها كده. ايوه صور صور نعملها كده انتشار. ايوه انتشار. نقلب بقى كويس. نزل بذمه يعني فاهم. نهار ابيض يا نهار ابيض على اللون اللي بيتكون قدامنا. يعني انت حاطط بالريحه يعني في فاكتور يعني الشطه كان ريحتها حلوه شويه بس صعبه. انت حطيت لي عليها زيت سمسم وفول صويا. انت ده عذاب مضاعف. صورة صوص صورة صوص اقسم بالله العظيم. اصل انا برضو انا في دايما تخوف من الحاجات دي. اقول لك ليه؟ عشان هم ساعات بيستعملوا المنتج نفسه بتاع مثلا زيت السمسم والصوص والحاجات دي مش دايما هي هي. طبعا طبعا هي دي مشكله. يعني ممكن بيستعملوا براندات احلى او طعمها مختلف شويه فاهم؟ فاهم طبعا. انزل بيها كلها. انزل كده طبخ يا باشا كلها؟ انزل. لا مش كلها حته بس اصبر كده نجرب كده هو عشان اوصل للون اللي هو كان عامله. كان عامل لون غريب قوي. كل حاجه غريبه يعني مش على اللون يعني. حاجه بسيطه كمان. بس شكرا شكرا يا منعش. الله يبارك كده انت هتهدي السبايسي. حاطين برضو عسل وحاطين حاجات يا جدعان. يا عم انت لغيت كل حاجه بالزيت السمسم والفويل الصغير. هو حاططها. ما انت حطيت كتير قوي. لا لا مش كتير خالص. لان الريحه كلها سمسم و مين انت شميت الريحه اللي عنده؟ انت اللي شميتها يعني؟ ما انا حاطط زي ما هو حط. يلا يا باشا. ايه رايك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. جميله يا ابني جميله جدا. لا اصبر انا نازل انا هحط الطبق هنا. ليه طب؟ عشان دي ضد الخدش. اه ضد الخدش. ايه قصدك سهله في الخدش؟ لسه مجمعها لسه مجمعها انا بقى قاصد. ويا باشا احلى نودلز خل بتنجان ازرق ملح ابيض. جاهز منعوش؟ ممكن نحط السمسم ده؟ ممكن يفرق يفرق شويه. يلا بسم الله. انا بحبه قوي. ايه؟ از اولز بسم الله يعمل كده. ايه؟ واز اولز بسم الله يعمل كده. ايه؟ هو بيقول كده. هو بيقول بسم الله يعني دي تعويذه قبل وزوزو بسم الله يا ابني. اه يا ابني از اولويز لا بسم الله. اه and as always بسم الله نعوذ بالله عز وجل.
نوز وبسم الله يلا بينا بسم الله الله ايه الحلاوه دي يا منعوش يلا انت مستبشر خير لا بحاول اقلل يعني بس بحاول اقلل عدد اللفات تمام تاني حلوه منعوش ندخل على الهيك الثالثه معانا هي مش حلوه بجد مش قلت انا خلاص لا لا طيب انا ممكن اكملها عجبتك لا ما عجبتنيش بس ندمان اه دي السمسم والحاجات دي صوص مكلف قوي ونودلز الكوريه اصلا مكلفه واضح ان هي مش عاجبك حبيتها بعد سبحان الله مش حبيبها وحبيتها في الاخر الحب المتاخر ده الحب بيجي افتر تيست العسل طعمه حلو قوي ليه العسل والله جربها تاني فين العسل يعني جربها بس يعني بشويش خليها بوقك سيكا سيكا يعني ممكن نعملها تحط الشطه تحط عليها عسل بس طب اقول لك على حاجه بجد التقاط نودلز قطمه ثانيه كامبريشن الامانه مش عايز اطلعك صح ها مش هيحصل لك ها الامانه ايه مش هعيش في عالم عمرو الشريف هيطلع لا بتكلم بجد لا يعني انت صادق اه للاسف للاسف ايه بقى لا حلو لا ليه غلطان ليه انا العصاره المايه اللي تحت دي فيها بقى قلاصه العسل وال بألف لا بني ادم فعلا بني ادم حلوة و... لا بجد يعني انا بالنسبة لي لو اعملها بجد هحط العسل على الشطة واحط الكاتشب واحط كريمة الطبخ ما احطش زيت السمسم والصويا ممكن تحطه قليل شوية مش لازم زيت السمسم وتبقى حلوة هي الفكرة ان زيت السمسم بس طاغي قوي بس انا زيت السمسم ده الصراحة جبت قبل كده احسن منه ده صعب شوية ممكن اه انا حاسس ان هو ده فعلا اللي بتاع بس بجد هي فيها فكرة يعني فكرة بجد السويت اللي دخل مع الشطة ده والسويت من الكاتشب ومن العسل عامل توازن زائد كريمة الطبخ كمان وكريمة الطبخ عجبته ما كانش يعني ما كنتش بقى ألف للاسف لا انا يعني لذيذه بقت لذيذه بجد بس الفكره ايه يعني خلي بالكم ان الشطه انتوا برضو بتاكلوها يعني هي ستيل موجوده هي هتبقى موجوده في الجهاز الهضمي بتاعكم ايوه وهتعمل معاكم الجلاشه نفس الافكت بس انت ايه خينا شويه هنا يعني جوه بقى هي دخلت يعني ممكن نيجي منها ممكن اعملها بجد يعني انت ايه فرفور اوف يلا نروح اللي بعده لا انا عايز اخلص الاول الله يا منعوش يا جامد يا حلو تلات هاك معانا بقى يعني قبل الاخيره هم باقي اتنين خلاص الحاجات اللي جايه احلى ولا اقل اللي جايه معرفهاش اصلا بسمع عنها كتير قوي تمام الاخيره بقى انا عارفها اصلا انا عايزك انت تجربها اوكي ندخل على الهاك التالت يلا بينا تلات وصفه معانا يا باشا لا مش مبشر من اول ثانيه بالبينا باتر ثانيه بس دي بجد اكتر حاجه انا نفسي اجربها اصلا في حياتي ايه ده اصبر بتاع علق الحمد لله يا ربي يا ربي على طول بص يا باشا سلق الرز على جنب وبعد كده صفاها الحمد لله وبعد كده غسلها ثلاث معالق بينا باتر صويا صوص زيت سمسم يا عم تشيري فليكس تمام وبعد كده حط فيها النودلز ايه تشيري فليكس تشيري فليكس صح معنى تشيري فليكس يعني مختلف شويه بس يعني قريب ان شاء الله هو انت لقيت نفسك جايب زيت سمسم و لا والله ده صدفه فقلت بقى ايه والله العظيم تدور على حاجه فيها نفس الوصفه عشان توفر المهم احنا هيحصل لنا ايه هيحصل لنا كل خير ان شاء الله ودي اتعمل برضو بالكوري الحراق لا دي بقى انا مش كده شفت غلط ازاي ايه صحيت لك الدنيا ما فيهاش الكلام ده بالايه بالاندومي عادي تمام بص يا باشا بينا بتر هو استعمل تقريبا معلقه مثلا اوكي شويه انت ثلاثه معلقتين يعني كبار هي كده بقت بينا بتر بالعسل عشان انت حطيت صبعك منعوش يا جميل يا حلو الحمد لله شويه صوص زيت سمسم انت اللي هتحطهم شويه سمسم ايه اتفضل كده تمام كده ماشي ما تخي ميكس ماشي يا سيدي بس عشان الايه الفول ينزل تحت والصويا تطلع فوق تمام الله عليك يا منعوش بس كده شويه تشيلي فليكس ايه تشيلي فليكس ده انت اصلا لسه عارفه النهارده اول مره في حياتك وعمال تقول بثقه كده تشيلي فليكس تشيلي فليكس ده معروف ده دي شطه شطه فليكس تمام وسكر انا عارف الكورن فليكس فرقائق الذره الشطه دي جديده عليا ماشي يا باشا عملت ايه تشيلي فليكس تشيلي فليكس يا يعني. عم خلاص ما تزعلش وانزل عليها شويه بس هنقلب دول الاول بالميه بقى انزل شوف ميه وانا هقلب أوكي. يلا ايه ده بالتدريج عشان بس ماشي. انزل بس توصل لقوام متجانس مظبوط انا ايه احنا بنعمله ده ايه ده ايه ليه بس يا منعش صوتك صعب ليه يا منعش هات ميه تاني ينفع كل مره بيدو هيتضايق منك كده بس انت عايز مين يتضايق منك لا مش عايز طيب. عايز اعطس يعني في الوصفه مش فارقه يعني شويه تاتش بكتيريا كده لطيف يعمل تاتش ايه رايك ممتازه انزل تاني بشويه ميه بس كده الله عليك منظر يعني يوف
يا نهار ابيض ايه ده؟ ايه القوام الغريب ده؟ مش اللي بيلعب جوه ده بس كده سقى شويه نودلز وننزل بيهم هنا كده ايه هوب بسم الله ادي يا باشا النودلز بتاعتنا. هو طبعا هو استعمل مكرونه او حاجه زي كده. هل تحب نحط توابل؟ لا نجيب توابل؟ توابل ايه ده؟ فينا هات التوابل. طب ندوقها الاول. هات التوابل لو احتاجنا ممكن ادوقها. هات التوابل لا تموت اي حاجه. ايه ما شفتش اه ممكن ما جاوبش بس كده. وهذا هو الشكل النهائي للوصفه من غير توابل يعني كانها نودلز بس كانها يعني مكرونه. اه وده منعوش بالبينا باتر 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 مش باتر. يلا مش متحمس ليها منعوش ندخل نجرب بسم الله. هتعمل زي ما فات برده كانت وحشه بقت تدوق تطلع حلوه. ماشي على فكره كلهم بيقولوا بينا باتر ده احلى حاجه في الدنيا ومش بيغير كل حاجه وجيم تشينجر. وجيم بسم الله عندها صوص بسم الله. عايزين نحط عليها مربى نحط عليها عسل هتبقى سويت اند سبايسي. دي اللي هي الاختراع بتاعي انا اللي هحط دي وصفتي انا بس. وهتقول لي رايك بامانه انا بحاول انقذ لك الوصفه. اتفرج بس اتفرج استنى بس انت حطيت ايه؟ عسل. عسل ايه؟ هو مش عسل؟ عسل ايه؟ بص التركانه كنا جبنا سكالانس وخلاص. والله العظيم بنقذ لك الوصفه. مش عايز انقذها ارميها. لا لا حرام. واو بقى واو اوه عشان انت كذاب. شوف انت عشان كذاب كذاب في انت لسه دلوقتي تخش من تقول هو على ايه؟ نفس الشك. لا جرب جرب الطعم والله دلوقتي يعني. جرب وهتقول رايك بصراحه زي ما انا قلت رايي بصراحه. نشوف بقى الايه الامانه بتاعت عمرو. منعش ابن اللذينه والله حلوه بقت نودلز حلو حراق. حاسس باكل حلاوه بالبينا باتر بالعسل ارحم من بينا باتر بالزيت السمسم. عطس اوعى. الحمد لله. ايه العطسه دي؟ اللي بقى ايه؟ وانا ايش في ايه؟ هو العسل بيجيب لك عطس؟ هو المكس ده بيستفز العطس. ايه ده؟ انت زمان كنت بكتم العطسه؟ قالوا لي ده غلط ممكن عملت انفجر الورده بتاعتك والبتاع مش ورده بس فبقيت فبقيت اسيبها بقى ماشي. تروح مهما تروح بس بقى احط بقي بس يا اما بصيت الناحيه الثانيه ما عطستش في وش حد. خلاص راحت العطسه راحت ولا اتفاجئنا؟ ابوس ايدك مش ناقصه. نروح لاخر حاجه. لا. ليه دي اخر حاجه حلوه بجد والله بجد حلوه. ماشي يلا جاهز. يلا منعوش الى اخر وصفه. جاهز اوكي. ايه ده انت هتجرب نفسك؟ خضار نحطه على الزيت. ايوه صلصه نحط عليه الصلصه شطه نحط الاندومي النودلز بتاعتنا نقلب كويس والسمسم شويه سمسم ليمون شويه ليمون وناكله كده او بقى الاحسن انت تاكله بالخس. بالخس شويه ليمون خطير. دي شغل فيجيتيريان ده. مريم جمال هي اللي عامله الوصفه دي واتشهرت بيها جدا جدا على التيك توك واحنا هنجربها. طب انت هتجربها تاني عشان اجرب خلينا انا عايزك انت تجربها. انا دي بجد بحبها يعني من غيري الحلقه دي كانت هتبقى تلات ارباع الوقت عشان في وصفه كامله كانت هينفع تدخل. أيوة. غير لو انا موجود. انا بستغل انت موجود عشان ادوقك حاجه. فانا ربع الحلقه دي ملكي. ماشي يلا هات هات وين نجيب العين بتاعتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باشا بص يا باشا شويه زيت زيتون. اوكي انا هسيبك تعملها كلها عشان بقى ما تقوليش بقى ان انا بوظتها بقى وكده. ليه يا عم مش هبوظ حاجه انت جميل. زيت زيتون الحمد لله مش زيت سمسم ولا زيت بقر ولا يعني الحمد لله. ماشي هو الموضوع ان زيت الزيتون لما يسخن غلط ده اشاعه؟ لازم يعني بوصل مرحله من يكون شبه يتحرق يعني. اللي هو بالظبط هو ده الغلط اللي احنا بنعمله دلوقتي ده. لا لازم يتحرق يعني لازم يغلي. آه. يغلي يغلي غليان ده عمره ما هيغلي. بص هنزل قول لي ايه الخضار اللي موجود. هقول لك بس هقول لك اهو والله كنت هقول بصل كرنب كرنب بنفسجي وفلفل اخضر يا باشا وهنقلبهم كويس قوي ماشي لحد يعني ما شبه يعني يبقى يتبلوا سيك هو يعني يطبخوا كده مع الزيت مش على الاخر يبقى برده في القرشه بس تكون ايوه كده. عمرو محترف. انا دي بقى الصراحه من مفضلاتي في بتعملها؟ لما باكل نودلز لما مؤخرا بطلت يعني بس لما باكل نودلز باكلها كده الصراحه. اوكي. اوعى وشك يا منعوش. تنزل بالصلصه. بس تنزل شويه بس. انا حرن. حرن؟ بس الالوان حلوه قوي ترى. مبهجه جدا. ايوه. جدا. الحقيقه بس خلاص الورق عمال يدبل قدامي عمال بي يا عم في حاجات وحاجات هي اصلا المفروض ايه تنزل البصل الاول شويه بعد كده بس انا اختصرت الموضوع. كروتني. مش بكروتك بختصر شويه. والله بص العبتها عماله تدبل كده زي كيس الاندومي لما تشغل فيه المايه كده يروح مكرمش في نفسه كده الورق بيعمل. شويه صلصه. صلصه طماطم عاديه. تمام. ايه وصفه البني ادمين دي؟ يا عم ايه ده عايز عيش هدوم غير دي انا جاي لك من اسكندريه مخصوص يا هذه النيله. بتحط الشطه كلها؟ هو المفروض بس انا مش هحطها كلها. الله عليك بس كفايه هي دي احر من الثانيه. اه ما فرقتش. بس عادي هي اصلا ما بتعملهاش بدي بتعملها بحاجه مش موجوده في السوق دلوقتي عندنا بتعملها اصلا بشطه مش حراقه قوي نفس الشركه بس تبقى اسود في رصاصي كده ماشي في بيج. الله يخليك. حلو كده حلو وننزل بقى بالايه بالنودلز. يوه
احنا هنرتب في الاخر الهاكس. اه طبعا. اوكي. الله الريحه دي حلوه. ريحه حلوه. ايه رايك نحط عليها كريمه طبخ؟ لا تاريخ نحط عليها عسل. انا لسه كنت اقول لك انت حضرتك تحط عليها عسل فعلا. صراحه الريحه حلوه جدا. لا زيت سمسم بقى ولا فول صويا. صويا صوص يختي. والله عملته سايمنت. سايمنت يختي عامله سايمنت. وهنقوم اخر حاجه عصرنا عليها ليمون. في بذر وقع يا عم هنشيله. حاضر. كتير قوي كده. ليمون تاني. ما هي نص ليمون. اصبر يا عم. هي 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 تقمزه. هي تقمزه انت عايزها كده يعني. هي هي بتبقى مزه. مش اوبشنال يعني. هي بتاكل كده. انت حطيت على ليمونه كامله يعني. نص ليمونه كفايه. وانت لما تحط ممكن بقى اوبشن تزود ليمون تاني كمان. يا عم البذره داخل في البتاع. لما تجي لك فوش في سنك شيل. تختي تحب الليمون اللي بيلفوا لي في شاش ده. ايوه عشان ما نوقعش البذره. واخر حاجه منعوش هننزل بيها في الطبق هنا كده. وذاتس ات. هو ده يا معلم سيدي المعلمين. طبق النودلز بتاع جنبه ايه الخس. ريحه البتاع هتبقى طاغيه. والليمون لو انت عايز تزود. زود ايه؟ هي بتبقى كده والله. هي ريحه الليمون خلاص. انا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده من احمد. احمد اللي حاطه. كان حاطط دي جوه. دي ليه؟ خلاص اكبر الطبق. قول لي نسيتها وخلاص. ما اتجودش. واخر حاجه سمسم احط. بس هذا هو الشكل النهائي. فضل منعوش. اوكي. ايه انطباعك الاولاني؟ الام البذر الليمون اللي جوه. يا عم هيروح ما تستاهلش بمشاكلي. تستاهل بمشاكلي ليه؟ انا مش عارف اعمله سندوتش في الخاص بسبب البذر. لا لا خلاص خلاص. انا كان من الاول انا قلت لك في الاول وهو ظاهر وانت قلت لي هتشيله هشيله وانا رحت مقلب. فخلاص ما تستناش مني اي بتاع. منعش البذر اختفى. هتحسه تحت درسك ان شاء الله. يلا رايي خده بالخص على طول. طيب انا هبص هشد كده واروح حاطه كده. ايوه هي كده. ما هي كده فعلا بجد يعني. قصدي لازم هروح جاي ايه اتاكد افلتره كده. امسك تحط لي. ماشي حط. انت مفيش خضار. حط خضار. خضار مش هحط هنا بالبزر. حاضر. لا خد انت خضار. خد انت خضار. ناخد فلفله خضراء صفراء. وانت مش تاكل ولا ايه؟ هاكل بس اعمل انت ماي بيرفكت بايت. نحط البصل. اوكي. يا سلام يا سلام. بص 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 الجمال. شيف 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 شيف. تمام. انا بس ايه انا عن نفسي هزود ليمون. ماشي براحتك. من غير بذر. اشمعنى؟ جاهز؟ ان شاء الله. بسم الله. بسم الله. لا لا خضار. مش فاهم يعني. انا عايز اجربه من غير خس يعني. وجود الورقه في الموضوع من غريب يعني. كاني بعمل سندوتش مكرونه. حلو يعني. مبدئيا من غير خس بالنسبه لي احلى. بس الصلصه دي وديته ناحيه المكرونه العاديه شويه يعني. خليته مش نودلز قد ما هو مكرونه. بيتي مولع. حاسس ان علبه الشطه اتفتحت من ست البيت وهي بتعمل المكرونه. كبت كلها. حلو. ايه انت ما حطيتش الشطه كلها؟ ها. الحمد لله. يعني سبايسي وايه مزازه للماكسيمم. وسبايسي للماكسيمم. بتجيب الحواس للماكسيمم. شيلها عشان البخار بتاعها يعني. شيل شيل. توكل على الله. ليه ليه مش ده قرارك ولا انت ندمت؟ عمرو ندم. هات لبن يا احمد. احمد احمد هات لبن. ليه كده؟ انا لسه بجيب كوبايات يا عم. هات يا عم الازازه. احمد على طول مستفز في اللحظات دي. وانا عايزين رايق. هات بقى بس ايه. انا سامع مستفز. عايز اروح الطش له. حسيت في واحده بيعمل حاجه؟ بيعمل ايه مع السبايسي ده؟ يكون بيزوده. تصدق بيعمل حاجه؟ والله تصدق التفاح بيحلو مع السبايسي. والله جرب. صوته اتغير. هو ده هيليوم ولا ايه؟ ايه صوته اتغير مش فاهمني؟ ظبط ظبط ده. صوته متغير قوي. والله بجد بتاع. والله يعني مع ان انا عايز اخلصها بس انا مش خساره فيك والله. والله اضحك على ايه؟ اخنف. ده مشروب ايه ده؟ مشروب خفاف. عجبتك الحلقه؟ لا طبعا. رتبهم لي بقى من اقل واحد لاكتر واحد. انا فاكر حاجه. طيب انا اكتر حاجه عملتها طبعا هي دي. انا الصراحه في الطبيب باكلها باندومي عادي. مش بحط فيها الكوري الحلال. لا دي مش المركز الاول. وش بالنسبه لك انت؟ انا دي مركز اول. وبعد كده العسل والصويا صوص والسمسم. وبعد كده بتاعت البيض. واخر واحد بتاعت البينا بطر. ماشي. انا هحط المركز الاول اللي هي بتاعت العسل والسمسم والبتاع اللي هي رقم اللي هي تاني اللي هي تاني ده. ممكن في المركز الثاني هحط الهك الاخيره اللي هي بتاعت عم. ماشي. في المركز الثالث بتاعت البيض. يعني اتفقنا اول اثنين اخر اثنين. وبدلنا في اول اثنين. بالظبط. اوكي. ده مش عشان بتاعتك حلوه عشان ماشي كل شمال يعني. هي الاولى بس اللي حلوه. والله يا باشا من ذوقك. والباقي كله يعني بالنسبه لي من ذوقك يعني. انت جميل جدا ومنصف ولذيذ ومنعش وكل حاجه. انبسطت معانا النهارده. شكرا يا منعش. والله انا عارف انت انبسطت معانا دايما. وانت دايما مبسوط. انا مبسوط طبعا. نجرب هاكس ثانيه بعد كده بقى. نجرب هاكس بقى ان جنرال يعني مش شرط نودلز. نجرب هاكس بالبيض. نجرب هاكس باللحمه. نجرب هاكس بالجبنه. نجرب هاكس بالبيتزا. بس كده.
نسمع رايكم في الحلقه اكيد في الكومنتات، ولايك للفيديو على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، واشتركوا عندنا في قنواتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. بس كده، كان معكم عمرو شريف ومنعش من قناه عمرو شريف ومنعش. سلام.